حضر وزير الإعلام جهان بن حسن بوكمال حفل افتتاح العرض الأول للفيلم البحريني أربع بنات، والذي قدمته الشركة البحرينية للإنتاج السينمائي، وذلك مساء أمس بسينما مجمع السيف. استهل الاحتفال بكلمة ألقاها أكرم مكناس رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية للإنتاج السينمائي، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسعادة وزير الإعلام على رعايته لهذا الحفل ودعمه المتواصل للحركة الفنية والسينمائية في المملكة. وبعد أن تصدر نجوم الفيلم وجهة العرض، استضاءت شاشة السينما بالعرض الأول لفيلم أربع بنات. عرض فيلم أربع بنات يعتبر بالنسبة لي حلم قاعد يتحقق، وخاصة أن إنتاج عمل سينمائي يحتاج إلى دعم كبير، يحتاج إلى تمويل كبير. فيلم أربع بنات لمؤلفه حمد الشهابي يتضمن محورين رئيسيين، أولهما مسألة تمكين المرأة في الخليج فيما يتعلق بمجال العمل والعقبات التي تواجهها في هذا الشأن، والمحور الثاني التطرف في الحكم على الآخرين، والذي مثله بإتقان وبتميز الفنان المتوهج خالد أرواعي. إذا الله وفقني في اداء مثل دي الشخصيه فناتج بال يمكن مو الحب ولكن التقمص بشكل اكبر. هي تجربه وايد حلوه، انا استمتعت فيها، يعني بالنسبه لي انا لان اول تجربه سينمائيه، بس لقيت متعه فيها والكاست كله كان متعاون، واعتقد حبنا كان في العمل واضح على الشاشه. ان شاء الله اعيد التجربه مره ثانيه في البحرين، اتمنى يعني، والافتتاح كان جميل جدا والناس كلهم عجبهم الفيلم الحمد لله، اتمنى ينجح جماهيريا ان شاء الله. تمكنت الطاقات الشابه من التالق في ادوارها، وتجسدت هذه الطاقات في ابتسام العطاوي ودارين الشيخ وشيماء جناحي وهبه الدري وخالد فؤاد وغيرهم. كنت متوتر بداية، بس عقب ردة فعل الجمهور صراحة يشجعني ان انا اشتغل على عمل ثاني. ما توقعت الفيلم كذي، الفيلم وايد حلو، وايد استانست وانا طلع اندمجت، وان شاء الله يعجب الجمهور. يشار الى ان فيلم اربع بنات قد انطلقت اولى عروضه الجماهيرية مساء اليوم.